واستعدادا لعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية قمة البحرين، تزينت شوارع مملكة البحرين بصور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، كما انتشرت أعلام الدول العربية في الشوارع الرئيسية والطرقات العامة، بالإضافة إلى اللافتات الترحيبية بضيوف البلاد. مرحبا بضيوف جلالة الملك المعظم في أرض العروبة والسلام. هذه العبارات الترحيبية وغيرها برفقة أعلام الدول العربية وصور القادة المشاركين في قمة البحرين، هذا ما يراه المتجول في شوارع وطرقات البلاد، وأيضا المطلع على استعدادات مملكة البحرين لعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بدورتها 33 قبيل انعقادها في تاريخها 16 من مايو الجاري. قمة البحرين التي تعقد لأول مرة على أرض الخلود شهدت خلال الفترة الماضية استعدادات كبيرة وإجراءات لوجستية دقيقة وتوفير جميع الظروف الملائمة لاستقبال الضيوف بما يتناسب مع استثنائية الحدث. قمة البحرين تكتسب زخما عربيا كبيرا في ظل الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن في المنطقة.